للسيدة النائبة المحترمة سعيدة شاكير عن فريق تجمع الوطني للأحرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، السيدة الرئيسة المحترمة، السيدات الوزيرات المحترمات، السيد وزراء مكينش، السيدات السادة النواب المحترمين. يشرفني أن أتدخل باسم فرق الأغلبية بخصوص مشروع قانون رقم 78/14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. فلسفة هذا القانون تكمن في مدى القدرة على ضمان غد مشرق للأسرة المغربية. نحن كمغاربة طبعا، ولا أقول كأغلبية لأنه هو المشكل ديالنا كاملين، لا نرضى بأسرة متفككة والتي قد تفرز لنا ظواهر اجتماعية كأطفال الشوارع، كأطفال متخلى عنهم، كأطفال بدون هوية. فإحداث هذا المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة هو في الحقيقة مطلب مجتمعي بصفة عامة ناضلت من أجله أطياف متعددة بغض النظر على توجهاتها وإيديولوجيتها، وهو المطلب الذي أقره دستور المملكة. يعني هذا أننا أمام التزام الدولة بحماية حقوق الطفل والأسرة بمختلف شرائحها من الولادة إلى النهاية، وهذا يعني بأن الدولة طبعاً خصها تحمل المسؤولية في هذا الجانب. فالطفولة هي جزء من الأسرة، كما هي المرأة والرجل والعجزة وذوي الإعاقة، من خلال إرساء سياسات عمومية تضمن استقرار الأسرة، وهو ما جاء واضحاً في الفصل 169 المحدث بموجب الفصل 32 من الدستور، والذي أوكل إلى هذا المجلس مهمة تأمين وتتبع وضعية الأسرة والطفولة من خلال إبداء الرأي حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذا المجال، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسات العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع إنجاز البرامج الوطنية المقدمة من طرف مختلف القطاعات والهيئات والأجهزة. سيدات الوزيرات، إن السيدة الرئيسة، سيدات الوزيرات، إن إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة هو شيء إيجابي للغاية إذا تفاعل طبعا، وإذا تنزل، وإذا اشتغل بحماس الذي اشتغلت عليه مكونات المجتمع سياسيا واقتصاديا وجمعويا طبعا. وطبعا يقتضي من أعضائه التشبع بثقافة حقوق الإنسان، بقيم التضامن وروح المسؤولية، واستحضار الضمير الأخلاقي والوزيع الديني السمح، مع الكفاءة والمروءة طبعا للاستجابة لكل مطالب الأسرة المغربية بمختلف شرائح وأصنافها، مسنين، نساء، رجال، أطفال بصفة عامة، معاقين، أرامل ومطلقات. كما نطمح أن يكون هذا المجلس قوة اقتراحية تمد القطاعات الحكومية المتدخلة بالآراء والأفكار والاستراتيجيات بعد إنجاز تقارير ودراسات عميقة تشخص وضعية الأسرة المغربية، وتقدم في نفس الحين حلولا ملائما متفقا عليها، والتي لا تتعارض مع ما جاء به الدستور حول مفهوم الأسرة، أي أن الأسرة هي تلك القائمة على الزواج الشرعي، وهي الخلية الأساسية للمجتمع. هذه الخلية التي يجب على الدولة أن تتضمن استمرارية وظائفها ضمانا لحمايتها حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا. إن قضايا الأسرة والطفولة تتشعب يوما بعد آخر، لذا يجب أن تكون مقاربة شمولية تعالج كافة القضايا والإشكالات الاجتماعية، وأن تكون طبعا المرأة جزءا من هذه المقاربة. ولاحظت لحد الآن فتقارير تتكلف بقراءتها النساء، هذا يعني كيعطي المرأة واحد قيمة ديالها داخل الأسرة، ولكن للأسرة كذلك أب،
لا يستثني أهميته داخل الأسرة. السيدة الرئيسة المحترمة، سيدات الوزيرات، إننا مع الحكامة في سير هذا المجلس، لذلك باسم فرقي ومجموعة الأغلبية نثمن هذا المشروع القانون من كل جوانب الشكلية والموضوعية، وبالتالي نحن مع كل الأهداف المسطرة ضمن صلب هذا المشروع القانون الذي بين أيدينا، وننوه غالياً بالاستراتيجية الحكومية المعتمدة للنهوض بالأسرة والحماية، وأخص بالذكر السيدة وزيرة التضامن والأسرة واللجنة الاجتماعية المكلفة بأعضائها أغلبية ومعارضة طبعاً وبرئيستها على المجهود المتميز الذي قاموا به داخل الأسرة والتي قمنا بها داخل الأسرة داخل اللجنة بلوتو، معتبرين عن تصويتنا بالإيجاب لصالح هذا المشروع قانون الاستشاري للأسرة والطفولة، في انتظار مصادقة قريباً على مشروع قانون آخر لا يقل أهمية عن هذا المشروع، ولهو مشروع قانون رقم 7914 يتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز. وشكراً على إنصات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً.